صدفه. بص انا كل الشغل اللي اشتغلته في حياتي صدفه والله بجد. يعني انا درست اعلام، اتخرجت درست الحق الاكاديمي العادي، وبعدين صدف بقى كلها. كنت بشتغل مع استاذ خالد شبانه، فقال تعالى معايا النيل المنوعات، بالصدفه رحت بصيت. انا مخرج اصلا وعضو نقابه المهن السينمائيه اخراج، اشتغلت معاه مساعد مخرج في اسهر معانا ونيل المنوعات بقى، كان فيها برامج كتير وتوب 10 ومش عارف ايه. وبعدين بالصدفه استاذ سارة علام كان صديق ساعتها يعني، فقال لا انت لازم تبقى قدام الشاشه، فعرض على دكتور حسن راتب برضه في البث التجريبي في المحور. بتصادف ان انا اي قناه في بدايتها ببقى موجود فيها يعني، فاشتغلت فيها، فكله كان صدف. دكتور طارق شاوي انا يعني صديق ليا من ايام ما كان ماسك الامين عام مجالس متخصصه في رئاسه الجمهوريه، وانا كنت ماسك ملف الرئاسه لراديو 90 90 والمكتب الاعلامي، فكنا متعامل كتير. فهو كان يعني بيرجع ياخد ارائي في حاجات في ظهوره الاعلامي مش عارف. وبعدين عرض عليا ان انا ابقى معاه كمستشار اعلامي متحدث في الوزاره، ده كان اول عرض. هو ضحك عليا بعد كده. لا اضافت كتير الصراحه يعني، خلينا نكون صراحه، اضافت انتشار اكتر، اضافت حاجه لاحمد خيري يعني، ان هو بيحب يخدم الناس، بيحب يبقى موجود مع الناس دايما، بيحب يساعد. فاكيد انا كنت بعمل ده في برامجي، فما بقيت في موقع المسؤوليه فطبيعي غصب عني بقى يعني، انا كنت بلوم المسؤولين ان هو ما بيأثرش، فاكيد مش هحط نفسي في الوضع ده. مع ان كتير والله مشاكل بتجيلي او حاجات هي مش تخصصي خالص يعني، ما انا مشاكل ممكن حضراتكم كزملاء كبتاع ممكن ده اللي حلها، انا بتعامل مع مسؤولين اعلاميين، انما بيجيلي حاجات تانية كتير في التعليم نفسه والله، بره التعليم عشان برنامجي، بس حتى في التعليم نفسها هي حاجات مش تخصصي، في قيادات كتيره في وزاره التربيه والتعليم مش انا اللي معني. بس يعني الحمد لله وصلت درجه من الحب كده مع كل قيادات وزاره التربيه والتعليم، مش بس داخل الديوان والله، في 27 مديريه في 27 محافظه. فبقيت لما بكلم اي حد في التعاون، لان غالبا كلها والله بتبقى مشاكل بيروقراطيه يعني، ما حاجات بس روتينيه مش عايزه تخلص يعني، مفيش برضو المشاكل اللي عندنا المجتمع، المشاكل فجه قوي، فبحاول اسهل الاجراءات على قد ما اقدر. ففادتني في الراحه النفسيه ان انا بدات احس ان انا بعمل حاجه يعني، فبساعد المجتمع فعلا في حاجه. طبعا حقيقي من رسائل شكر كتير جدا على الفيس عندك، ويقولوا احنا اصلا ما نعرفوش وخدمنا بدون